بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم وياكم محاضرة رقم 4. اليوم راح ندخل بموضوع جديد بعد ما كملنا الدرس 1-1. اليوم راح ندخل بالدرس 2-1، الموضوع الثاني من الفصل الأول. اسم الموضوع التطبيقات. أولا راح ناخذ التطبيق وتمثيله في المستوى الإحداثي. أولا التطبيق وتمثيله في المستوى الإحداثي. هنا عندنا كم تعريف لازم تفهمهم قبل ما ندخل بالأمثلة. عندنا أولا تعريف التطبيق. تعريف التطبيق: لتكون R علاقة من المجموعة X إلى المجموعة Y، وكان لكل عنصر في X صورة واحدة في Y، عندئذ تسمى العلاقة R تطبيق من X إلى Y. نرمز للتطبيق بهذا الرمز R X إلى Y. نعيد التعريف: لتكن R علاقة من المجموعة X إلى المجموعة Y، وكان لكل عنصر في X صورة واحدة في Y، عندئذ تسمى العلاقة R تطبيق من الـ X إلى الـ Y. نرمز تطبيق R من X إلى Y. عند هنا ملاحظة: تسمى أولا المجموعة X بمجال التطبيق. تسمى المجموعة X بمجال التطبيق، يعني عندي هنا عندي الـ X، هاي العناصر أسميها مجال التطبيق، تسمى مجال التطبيق. والمجموعة Y تسمى بالمجال المقابل، مجموعة Y المجال المقابل للتطبيق. يعني هسه عندي الـ X المجال أسميه، والـ Y أسميه المجال المقابل. ثانية: تسمى كل عنصر في Y مرتبط بعنصر في X صورة ذلك العنصر. يعني هسه من أجي أقول لك صورة الواحد إيش قد؟ راح تقول لي 2. صورة الاثنين إيش قد؟ راح تقول لي 4. صورة الثلاثة إيش قد؟ راح تقول لي 6. صورة الأربعة إيش قد؟ راح تقول لي 8. إذا أجي أقول لك صورة الثلاثة إيش قد؟ راح تقول لي 6. إذن 6 صورة الثلاثة، الأربعة صورة الاثنين، وإلى آخره. كمل لحظة. رقم 2: تسمى كل عنصر في Y مرتبطة بعنصر في X صورة ذلك العنصر، وتسمى مجموعة كل الصور في المجال المقابل بالمدى. تسمى المجموعة كل الصور في المجال المقابل بالمدى. يعني هسه من أجي أقول لك استخرج المدى، أنت إيش راح تقول لي؟ راح تقول لي كل الصور. واضح؟ إيش راح تقول لي؟ راح تقول لي كل الصور، يعني راح تقول لي المدى يساوي لنا 2 4 6 8، وتوقف. ليش؟ لأن هذول مرتبطين بالعناصر اللي بالإكس. الـ10 ماكو عنصر بالإكس مرتبط به، إذن هذا مو صورة العنصر، إذن هذا ما راح يدخل من ضمن المدى، المدى فقط 2 4 6 8. 3: تسمى قاعدة التي تنقل العنصر إلى صورته بقاعدة الاقتران، ويرمز له أما RX أو XY. صار واضح؟ RX أو XY صار معلوم؟ إذن عندي 3 ملاحظات، الملاحظات على شكل تعاريف. هسه اللي أريده منك ترجع تكتب التعاريف في إيدك وتفهمهن قبل ما ندخل بالأمثلة. نجي هنا مثال رقم 1. مثال رقم 1: إذا كانت R من X إلى Y، تمثل تطبيقا. هو قايل لك هاي العلاقة أصلا هي تطبيق بقاعدة اقتران Y يساوي لنا 1/2X من المجموعة الـ X قد يساوي لنا 4 6 8 إلى المجموعة
واي تساوي لنا 2 3 4 5. اللي يريدها من عندنا اكتب التطبيق على شكل مجموعة أزواج مرتبة، ثم مثل التطبيق بمخطط سهمي وحدد المجال والمدى للتطبيق. قبل لا أحل لك المثال أو قبل ما أدخل بالمثال، راح أوضح لك الحالات اللي تكون فيها العلاقة تطبيق. فرضاً هسا عندي هاي العلاقة، عندي هاي العلاقة، حتى أعرف هاي العلاقة تطبيق لو مو تطبيق أجي هنايا، لازم إذا كنت تطبيق كل عنصر بالإكس يعني كل عنصر بالمجال لازم يكون عنده صورة واحدة فقط، لازم مش عنده صورة واحدة فقط. أجي هنا الواحد صورته 2، الاثنين صورته 4، الثلاثة صورته 6. ما طول كل عنصر بالإكس عنده صورة راح أسميه هذا تطبيق. ما طول كل عنصر بالمجال أو بالإكس راح أسمي عنده صورة راح أسميه تطبيق. نجي هنا لهاي الحالة، عندي المجال اللي هو 1 2 3، المجال المقابل 4 7 10 13. الواحد صورته 4، الاثنين صورته 7، الثلاثة صورته 10. لو نلاحظ هنا الاثنين عنده صورة 7 صورته و13 صورته، والتعريف لازم شو يكون؟ لازم يكون كل عنصر عنده صورة واحدة فقط. إذا نلاحظ الاثنين عنده صورتين يعني مو صورة واحدة، لأن هذا راح نقول ليس تطبيق. لو نجي هنا وياكم، فرضا الثلاثة، فرضا الثلاثة الصورة مالته همين 4، واضح؟ الصورة مالته 4. أجي هنا أقول هل هذا تطبيق؟ أجي أباوع الشرط حتى يحقق لي التطبيق لازم كل عنصر بالإكس عنده صورة واحدة. صار واضح؟ كل عنصر بالإكس عنده صورة واحدة. نجي هنا صورة الواحد إيش قد؟ 2 يعني عنده صورة. الاثنين إيش قد صورته؟ 4 عنده صورة. الثلاثة إيش قد صورته؟ 4 عنده صورة. إذا هذا هم أسميه تطبيق. صار واضح؟ أجي أشيك العناصر اللي بالإكس يعني المجال، إذا كل واحد عنده صورة راح أقول على هاي، راح أقول على العلاقة تطبيق. نرجع للمثال مالتنا، منطيني علاقة معرفة من X إلى Y، منطيني قاعدة اقتران. أول شغلة يريد من عندي يقول لي اكتب لي التطبيق على شكل مجموعة أزواج مرتبة. طبعا إذا نكتب التطبيق على شكل مجموعة أزواج مرتبة لازم أعرف عندي هذا ال X يعني المجال كل عنصر الصورة مالته ايش قد. هسه أنا عندي الأربعة الصورة مالته ايش قد ما أعرف، عندي الستة ما أعرف ايش قد الصورة مالته، الثمانية ايش قد الصورة مالته. كلكم تعرفون انه الزوج المرتب يتكون من اكس وواي. صار واضح؟ حتى اعرف صورة الاربعة راح اجي اعوض بقاعدة الاقتران، حتى اعرف صورة الستة اعوض بقاعدة الاقتران، حتى اعرف صورة الثمانية اعوض بقاعدة الاقتران. صار واضح؟ اجي هنايا قاعدة الاقتران منطينياها واي يساوي لنا 1 على 2 اكس. اجي راح اقول اول صوره راح لمن اطلع، راح اطلع للاربعه، اول صوره اطلع للاربعه راح اقول واي يساوي لنا 1 على 2 وبكان اكس راح احوض 4. اذا صار عندي 1 على 2 في 4، طبعا بها اختصار على 2 بها 1 على 2 بها 2 ويساوي لنا 2. اذا صورة الاربعة طلعت لنا 2. اجي هنايا هم اجي اعوض مرة له، راح اعوض الستة، راح اقول واي يساوي لنا 1 على 2 اشيل الاكس واعوض 6 ويساوي لنا، اكو اختصار بين الاثنين والستة على 2 بها 1 على 2 بها 3 ويساوي لنا ايش قد؟ 3. اذا من عوض الستة طلع لي 3. هنا راح اقول واي يساوي لنا 1 على 2، ايش قد راح اعوض؟ هسه راح اعوض 8.
ويساوي لنا على 2 بها 1 على 2 بها 4 إذا طلع لنا 4. إذا من عوضت 4 طلعت الصورة 2، من عوضت 6 طلعت الصورة 3، من عوضت 8 طلعت الصورة 4. إذا راح أقول R يساوي لنا الأزواج المرتبة طبعا R يساوي لنا هسه راح أجي أكتب من عوضت 4 رجيت انطاني انطاني 2، من عوضت 6 رجيت انطاني انطاني 3، من عوضت 8 رجيت انطاني انطاني 4، إذن هاي الأزواج المرتبة. الأزواج المرتبة اللي طلعت عندي 2 عفوا 4 ب 2 6 ب 3 8 ب 4. إذا أول شغلة حققت لي إياها اللي هو أراد مني أكتب التطبيق على شكل أزواج مرتبة. الشغلة الثانية يريد من عندي ثم مثل التطبيق بمخطط سهمي. يريد من عندي مخطط سهمي، تعال وياي احنا راح أسوي لك المخطط السهمي. هنا عندي الـ X وهنا عندي الـ Y، راح أكتب عناصر الـ X. هنا راح يصير عندي 4 6 8، راح أكتب عناصر الـ Y اللي هي 2 3. أجي هنا الـ 4 صورته 2، الـ 6 صورته 3، 8 صورته 4. هذا المخطط السهمي. مخطط السهمي. بعد شيء عندنا وحدد المطلب الثالث، وحدد المجال والمدى للتطبيق. راح اجي هنا أكتب المجال وهنا راح أكتب المدى، ما يساوي ما يساوي. يلا وياي، من تكتب المجال يعني العناصر موجودة بالإكس، من تكتب المجال يعني العناصر الموجودة بالإكس. ما يساوينا يلا العناصر موجودة بالإكس، يعني عندي 4 6 8 هذا المجال. المدى آخذ بس الصور، المدى إيش راح آخذ؟ بس الصور، المدى بس الصور راح آخذ، يعني راح آخذ الاثنين وآخذ الثلاثة وآخذ الأربعة. صار واضح؟ نجي وياكم مثال رقم 2. مثال رقم 2 اكتبوا وياي. عندنا هنا الجدول يلا وياي. الجدول التالي يمثل علاقة بين الوزن كيلوغرام طبعا وسعر السمك. اف اكس يساوي لنا واي، اف اكس يساوي لنا واي. هسه جفهمك هاي، هل تمثل العلاقة تطبيقا؟ اذا كانت تطبيقا فاكتب قاعدة الاقتران وحدد المجال والمدى
ومثله في المستوي. ومثله بشنو؟ في المستوي. اجي هنا بنطلع علاقة بين الوزن اللي راح يكون عندي، الوزن هنا راح يكون الاكس، يعني الوزن، وهنا راح يكون عندي الواي يعني السعر. صار واضح؟ منطيني هذا الجدول، منطيني الوزن والسعر. أول شغلة يقول لي هل هذا الجدول يمثل لي تطبيق؟ هل هذا أو هاي العلاقة تمثل لي التطبيق؟ طبعاً أنا حتى أثبت بأن العلاقة تطبيق لازم كل عنصر بالإكس يكون عنده صورة، لازم كل عنصر بالإكس لازم يكون عنده شنو؟ عنده صورة. طبعاً من ينطيك علاقة أو ينطيك جدول معناها هنا الواحد الصورة مالته اثنين، الاثنين الصورة مالته أربعة، الثلاثة الصورة مالته ستة، الأربعة الصورة مالته ثمانية. راح أقول له نعم يمثل تطبيقاً، لأن لكل عنصر في إكس صورة واحدة في واي، لأن لكل عنصر في إكس صورة واحدة فقط. مطلب الثاني يريد من عندي قاعدة الاقتران. تعالوا خلي علمك شلون نطلع قاعدة الاقتران. حتى تطلع قاعدة الاقتران أول شغلة راح تقول، طبعا انتبه لي على ملاحظة منطيك بالمثال قايل لك fx يساوي لنا y، ها معناها نفس الشيء. انت اذا تجي تقول fx يساوي طلع قاعدة الاقتران او تقول y يساوي طلع قاعدة الاقتران، نفس الشيء. صار واضح؟ هنا اللي يقصد بيه بالمثال fx يساوي لنا y، معناها من تيجي تطلع قاعدة الاقتران تقول fx يساوي او تقول y يساوي، اثنيناتهم يكون صحيح. راح اجي هنا اول خطوة تسويها حتى تطلع قاعدة الاقتران تقول y يساوي، وتخلي هنا x. صار واضح؟ تقول y يساوي وتخلي هنا x. الخطوة اللي وراها، تعالوا وياي الخطوة اللي وراها، راح تاخذ عنصرين من x وتاخذ صورهم. صار واضح؟ شو تسوي؟ تاخذ عنصرين من x يعني من المجال، تاخذ صورهم، مو تاخذ هذول العنصرين تجي تاخذ هذول الصور، لا، أخذت الواحد والاثنين تأخذ صورة الواحد وصورة الاثنين. إيش راح تسوي؟ راح تقول وياي، راح تقول اثنين ناقصا واحد يعطينا واحد. واضح؟ اثنين ناقصا واحد يعطينا واحد، يعني هنا عملية طرح بيناتهم. واضح؟ نطرح الثاني، راح أقول هنا هم من عملية طرح، راح أقول أربعة ناقصا اثنين، أربعة ناقصا اثنين راح يعطيني اثنين. صار واضح؟ إذن أنا هنا طرحت طلع لي واحد، مجموعة الإكس طرحت الصور مالتهم طلع، طرحت الصور طلع لي اثنين. ورا هاي الخطوة شو تسوي؟ تيجي تقسم الناتج مالات العناصر، وهنا الناتج مالات الصور، راح تقسم ناتج الصور على ناتج العناصر، يعني راح تقول اثنين تقسيم واحد بها اثنين. وياي اعيد، هنا مو طلعت ناتج وهنا طلعت ناتج، راح تقول الناتج مالت الصور تقسيم الناتج العناصر اثنين تقسيم واحد بها اثنين. هال ناتج اللي طلع وين تجي تخليه بصف الاكس. صار واضح؟ هذا الناتج اللي طلع وين تخليه بصف الاكس. يعني هسه صارت عندي قاعدة الاقتران تساوي لنا ايش قد؟ واي تساوي لنا 2 اكس، واي تساوي لنا 2 اكس. لهنا ما انتهى الحل، طلعت انا قاعدة اقتران، بس اريد اعرف هل هاي القاعدة اللي طلعتها صحيحة؟ تيجي شو تسوي؟ تيجي شو تسوي؟ تعوض لازم عناصر اكس، العناصر اللي بالاكس كل واحد يعطيك الصورة مالته حتى هاي القاعدة تكون صحيحة ام غلط. صار واضح؟ تيجي
عندك اول عنصر الواحد، انت اذا تيجي هنا قول واي يساوي، تشيل الاكس وتخلي العنصر اثنين، طبعا هذا ثابت، وتخلي واحد، جد راح ينطيك الناتج، راح ينطيك واي، جد راح ينطيك، راح ينطيك اثنين في واحد، راح ينطيك اثنين. إذن صورة الواحد إيش قد؟ اثنين. أتشيك بعد، راح أعوض مرة لوخ، أعوض الاثنين، صار واضح؟ راح أقول واي يساوي لنا اثنين، أشيل هذا الإكس وخلي بمكان اثنين، اثنين في اثنين راح ينطيني أربعة. إذن بالفعل صورة الاثنين طلعت لي أربعة. إذن قاعة الاقتران طلعت لي واي تساوي لنا اثنين إكس. قاعة الاقتران y تساوي لنا 2x. نجي بعد شيء يريد من عندي، يريد من عندي المجال. قلنا المجال اذا نريد نكتبه نكتب العناصر اللي بالx، نريد نكتب المجال نكتب العناصر اللي بالx، يعني المجال يساوي لنا ايش عندي العناصر بالx؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 المدى، راح اخذ الصور، يعني راح يساوي لنا 2 4 6 8. صار واضح؟ هسه بقى يعني ايش يريد من عندنا؟ امثله في المستوى الاحداثي، اذا لازم هسه اجي امثل في المستوى الاحداثي. تعال هنا راح امثل المستوى الاحداثي، راح اسوي لك اياها هنا وامسحها. اذا لا راح يصير عندنا تمثيل في المستوى الاحداثي. خلنا نمسح هذا ما يخربطك. سؤال رقم واحد. عندنا هذا الاكس، هذا الواي، طبعا كلكم تعرفون المستوى الاحداثي، ماخذين بصف الاول وماخذين بصف الثاني، تعرفون شلون تمثلون. راح اجي أكبر عدد عندي بالإكس، عندي أربعة وكلهم موجب، راح أخذ هذا الطرف، راح أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية. أجب على الواي كلهم موجب، أكبر عدد عندي ثمانية، يعني راح يكون عندي هنايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ولا ما لا نهاية. كلكم تعرفون النقطة تتكون من X و Y. إذن عندي أول نقطة الـ X جاد واحد والـ Y مالته جاد اثنين، يعني أول نقطة راح تصير عندي واحد على X، هذا واحد على X واثنين على Y. أجي هنا خط خفيف أوصل لمن اثنين وامسح. النقطة الثانية راح تكون عندي 2 ب 4، النقطة الثانية راح تكون عندي 2 ب 4، هذا 2 على 4، هاي النقطة 2 ب 4. النقطة الثالثة جاء عندي 3 ب 6، عندي ايش قد؟ 3 هاي 3 6. النقطة الرابعة 4 و 8، إذن أول مطلب قال لي هل اللافة تمثل لي تطبيق؟ نعم، لأن لكل عنصر في X صورة واحدة. جيت قاعدة اقتران علمتكم شلون تلقون قاعدة اقتران، كتبنا له تريد من عندي بعد المجال والمدى، كتبت المجال كتبت المدى مثلت له في المستوى الاحداثي. يلا هسه راح نجي نحل وياكم سؤال رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة مشابهات إلى مثال الواحد والثاني. نقرأ نص السؤال عندك هنا، تأكد من كلمة اكتب قاعدة الاقتران للتطبيق ومثله بمخطط سهمي
واكتب المجال والمدى له. طبعا هذا النص السؤال يخص سؤال رقم واحد وسؤال رقم اثنين. هذا النص يخص سؤال رقم واحد والسؤال رقم اثنين. يلا تعالوا وياي. من طينب تطبيق F يساوي لنا 1 × 2 × 3 × 3 × 4 × 4 × 5. أول شغلة يريد من عندك اكتب قاعدة الاقتران. شو راح نطلع قاعدة الاقتران وعلمتك. يلا وياي قاعدة الاقتران. أول شغلة تسويها بقاعدة الاقتران تقول Y يساوي وتخلي هنا X. صار واضح؟ Y يساوي لنا تخلي هنا X. الشغلة الثانية راح تجي تسويها تاخذ عنصرين من الاكس وتاخذ صورهم. يعني تجي هنا تاخذ الواحد، طبعا كلنا نعرف النقطة تتكون من اكس وواي. هنا تاخذ الواحد وتاخذ الاثنين وتاخذ صورة الواحد اللي هي اشقد؟ اثنين. وصورة الاثنين اشقد؟ ثلاثة. صار واضح؟ تاخذ عنصرين من الاكس وتجيب صورهم. راح تيجي هنا تقول 2 ناقصا 1، وتقول هنا 3 ناقصا 2. يلا وياي. 2 ناقص 1 راح يعطينا 1، 3 ناقصا 2 هم راح يعطيني 1. صار واضح؟ بعد ما طلعت النتائج للعناصر، طلعت النتيجة للعناصر، طلعت النتيجة للصور، راح اجي اقسم 1 × 1 راح يعطيني 1. اجي هذا الواحد اخليه هنا. قاعدة الاقتران لحد هنا ما خلص. اجي ايش راح اقول؟ راح اقول واي تساوي لنا، راح اشيل هذا الاكس واخلي مكانه 1. من اشيل الاكس واخلي جد مكانه 1، يعني راح يصير عندي 1 × 1. 1 × 1 راح ينطيني 1، يعني هنا صورة الواحد ايش قد طلع لي؟ 1. بينما هو صورة الواحد بالتطبيق ايش قد؟ 2. زين، انا هذا طلع لي 1. الواحد ايش قد يحتاج حتى يصير 2؟ يحتاج ل1. اذا هنا راح اقول زائد 1. ارجع عيد اخذ عنصرين من الاكس. صار واضح؟ اخذت الواحد والاثنين واخذ صورهم، اطرح اقول 2 ناقصا 1 و3 ناقصا 2. هنا راح يعطيني نتيجة 1 × 1. راح اقسم 1 × 1 يعطيني 1، راح اخليه هنا. اجي اتاكد اشوف حلي صحيح. طلعت لي قاعدة الاقتران يساوي لنا 1 × x، يعني يساوي لنا x. راح اجي حتى اعرف حلي صح او خطا لازم من اعوض العناصر اللي بالاكس يعطيني الصور. راح اجي اقول y تساوي لنا، اكتب هاي الواحد، راح اعوض الواحد. 1 × 1 ينطيني 1، بينما صورة الواحد بالتطبيق ايش قد هو؟ 2. الواحد ايش قد يحتاج حتى يصير 2؟ عملية جمع يحتاج 1. اذا هذا الواحد راح اضيفه بقاعدة الاقتران، راح اقول هنا زائدا 1. صار واضح؟ هنا جد احتاجيت 1 حتى يصير عندي 2، اخلي هنا زائد 1. صار معلوم؟ خلينا نجي نشوف حلنا صح او خطا. طلعت لقاعة الاقتران اكس زائد 1، راح اقول واي تساوي وبمكان الاكس راح اخلي 1. واضح؟ بمكان اكس راح اخلي 1 زائد 1. يلا 1 × 1 = 1، زائد 1 راح يطلع لنا 2. صورة الواحد ايش قد عندي بالتطبيق؟ 2 صحيحة. اشوف ثاني واي تساوي لنا، راح اخلي بكان الاكس اخلي 2. واضح؟ زائدا 1. 1 × 2 = 2، زائد 1 راح يعطيني 3. اذا صورة الاثنين 3. تجي لهسه تطبق الثلاثة تطلع لك الصورة مالته 4. صار واضح؟ إذن قاعدة الاقتران طلعت لي
واي تساوي اكس زائد واحد. هذا الواحد تكتبه او ما تكتبه نفس الشيء. صار واضح؟ اذا قاعده الاقتران طلع لي اكس زائد واحد. بعد شيء من عندي اريد من عندي المخطط السهمي. شلون تكتب مخطط سهمي؟ اجي هنا اكس اسوي مخطط سهمي للاكس وللواي. ايش راح تكتب بالاكس؟ عناصر الاكس. صار واضح؟ انت تعرف نقطه تتكون من اكس وواي. راح اكتب المساقط الاولى وين؟ بالاكس. يعني ايش قد راح يصير عندي هنا؟ الاكس راح يصير عندي 1 2 3 4. الواي راح اكتب الصور هنا بالواي. هنا راح يصير عندي 2 3 4. هنا راح اخلي 5. ما انسى اوصل بيناتهم. صورة الواحد ايش قد؟ 2. هنا راح يصير عندي صورة الاثنين ايش قد؟ 3. صورة 3 4. صورة 4 5. بعد شيء يريد من عندي؟ يريد من عندي المجال. كلنا نعرف المجال يعني العناصر اللي بالاكس. المجال العناصر اللي بالاكس يعني راح اقول له 1 2 3 4. المدى صور العناصر. المدى صور العناصر يعني راح يصير عندي 2 3 4 5. صار واضح؟ نجي سؤال رقم 2. طبعا سؤال من 1 ل 4 صفحه 12 بالكتاب. نجي هنا همين. اول شغله يريد من عندي قاعده الاقتران. ايش يريد من عندي؟ قاعده الاقتران. راح اقول له هنايا اول شغله تسويها واي يساوي لنا، خلي شويه الاكس بعيد عن المساواه لان هنا احتمال تخلي رقم وياي. اول شغله كتبت واي يساوي لنا اكس. الشغله الثانيه ايش راح تسوي؟ راح تجيب عنصرين من الاكس هم وصورهم. يعني راح تجيب هنا الواحد، تجيب هنا الاثنين، راح تجيب صورة الواحد ايش قد؟ 3. تخليه مقابلة صورة الاثنين ايش قد؟ 5. يلا وياي. راح تقول هنا اثنين ناقصا واحد هنا واحد، وتقول 5 ناقصا 3 ينطينا 2. صار واضح؟ هسه راح اجي اقسم الناتج. طبعا الناتج راح تقسم 2 تقسيم 1. الناتج طبعا تقسم 2 تقسيم 1 راح يعطينا في النهايه 2. راح اخليه هنا. واضح؟ ناتج القسمه اخليه بصف الاكس. اجي اشوف هل هي القاعده اللي احنا طلعتها صحيحه؟ لو يحتاج بعد اضيف لها. اجي هنا راح اقول واي يساوي لنا 2. راح اعوض الواحد. من اعوض الواحد لازم منطيني الصوره مالته. اعوض واحد. من عوضت واحد ايش قد راح ينطيني؟ طبعا راح ينطيني الواي 2 في 1 راح يساوي لنا 2. بينما صوره الواحد ايش قد طلعت لي؟ طلعت لي 3. هاي الاثنين ايش قد تحتاج حتى تصير 3؟ يحتاج لها 1. هذا الواحد نضيفه هنا. صار واضح؟ من عوضت الواحد انطاني 2. الاثنين ايش قد يحتاج حتى يصير 3؟ يحتاج 1. راح اقول زائدا 1. صار واضح؟ اذا قاعده الاقتران طلعت لنا واي تساوي لنا 2 اكس زائدا 1. طلعت لنا 2 اكس زائدا 1. هسه اذا تجي تعوض، تعال عوض الواحد بكره الاكس، راح تقول 2 في 1 2 زائد 1 ينطينا 3. عوض الاثنين، 2 في 2 4 زائد 1 ينطينا 5 والى اخره. بعد شيء من عندي؟ اريد من عندي مخطط سهمي. هنا هذا المخطط السهمي. مخطط سهمي. اجي بالاكس اكتب عناصر الاكس. كلنا نعرف النقطة تتكون من اكس
وواي. يلا اكتب هنا 1 2 3 4 الصور مالتهم هنا 3 5 7 9 اوصل بيناتهم صورة الواحد 3 صورة الاثنين 5 صورة الثلاثة 7 صورة الأربعة 9 بعد شيء يريد من عندي المجال اجي طلع من المخطط السهمي اللي هو 1 2 3 4 بعد يريد من عندي المدى يعني الصور دير بالك المدى يعني الصور مو المجال المقابل يعني الصور اجي هنا العناصر بالمجال المقابل تصطب العناصر الصور اللي الصور مالت العناصر ناش عندي 3 5 7 9 صار واضح؟ كمل وياكم سؤال رقم 3 وسؤال رقم 4 خلي نشوف نص السؤال يلا وياي نص سؤال رقم 3 و 4 اكتب قاعدة الاقتران للتطبيقات التالية مثلها في المستوى الإحداثي واكتب المجال ومدى لها إذن أول شغلة أهم شيء يريد من عندي قاعدة الاقتران عندي التطبيق F ساوينا 1 بـ0 3 بـ0 4 بـ0 لو تيجي تباوع هنا شوف 1 بـ0 2 بـ0 3 بـ0 4 بـ0 يعني الصورة هنا ثابت الصورة هنا شنو عدد ثابت لا تدوق نفسك وكل شيء لا تسويه مجرد قاعدة الاقتران تجي هنا تقول واي يعني ثابت إذا كانوا كلهم نفس العدد بس هنا 0 0 0 0 رأسا تقول واي يساوي لنا 0 صار واضح قاعدة الاقتران جت تساوي لنا واي تساوي لنا 0 فرضا هنا كان عندك 2 2 2 2 تقول واي يساوي لنا 2 صار واضح قاعدة الاقتران تساوي لنا واي تساوي لنا 0 بعد شيء من عندي يريد من عندي مثله في المستوى الاحداثي المطلب الثاني مثلها في المستوى الاحداثي اجي هنا راح امثل المستوى الاحداثي هذا الاكس وهذا الواي صار واضح الاكس النقاط ايش قد عندي؟ عندي 1 2 3 4 والى ما لا نهاية الواي خلنا ناخذ 1 2 3 4 يلا وياي عندي النقطة الأولى 1 بـ0 النقطة الأولى ايش قد عندي؟ 1 بـ0 هذا الواحد على الاكس والواي مالته ايش قد صفر يعني هنا راح يصير صار معلوم 1 بـ0 النقطة الثانية 2 بـ0 2 على الاكس وهذا الصفر صفر على الواي النقطة الثالثة 3 بـ0 والنقطة الرابعة 4 بـ0 يريد ان عندي اطلع له المجال راح اقول له المجال يساوي لنا المجال يعني العناصر اللي بالاكس يعني 1 2 3 4 يعني 1 2 3 4 المدى الصور انتبه علي المدى الصور لو نجي نلاحظ الصور ايش بيه كلها عدد واحد اللي هو الصفر وما تجي تكتب 0 0 0 0 لا تكتب مره واحده 0 صار واضح المدى تكتبه 0
نفس نص السؤال. عندنا تطبيق جي، تطبيق جي يساوي 0 0 1 بسالب 1 2 بسالب 2 3 بسالب 3 3 بسالب 3. اول شغله شيل من عندك، اريد من عندنا قاعده الاقتران. نطلع قاعدة الاقتران. أول شغلة تسويها قاعدة الاقتران راح تقول y يساوي تخلي x، صار واضح. الشغلة الثانية راح تسويها راح تأخذ عنصرين من x وتجيب صورهم. يلا الناس راح تاخذهم 1 0 و1، صار واضح. وتجيب صورهم، صورة الصفر ايش قد؟ 0. صورة الواحد سالب 1، وراح اقول 1 ناقص 0 ينطينا 1، سالب 1 ناقص 0 ينطينا سالب 1. وأجي أقسم، سالب 1 تقسيم 1 سالب تقسيم موجب راح ينطيني سالب 1 تقسيم 1 راح ينطيني 1، إذا الناتج راح يطلع لنا سالب 1. أجي أشوف قاعدة اقتران هنا كملت، لو يحتاج أضيف لها. راح أجي أعوض هنا وياي، راح أجي أعوض الصفر، يعني راح أقول y يساوي لنا سالب 1 في 0. هذا جد راح يساوي لنا سالب 1 في 0 اعطاني 0. اذا اول واحد طلعت لي الصوره صحيحه. اعوض بعد y يساوي لنا، راح كذا اعوض، اعوض واحد راح اقول سالب 1 في 1، سالب 1 في 1 اعطاني سالب 1، اذا من عوضت 1 اعطاني سالب 1. اذا قاعده الاقتران مالتي y تساوي لنا سالب 1 x، صار واضح. أو تكتبها بهذه الصورة، يعني الواحد تمسحها هم صحيح، تكتب قاعدة الاقتران يساوي لنا سالب x. مطلوب الثاني يقول لي مثل في المستوى الإحداثي. مطلوب الثاني لازم أمثل في المستوى الإحداثي. هنا الـ x هنا الـ y، واضح؟ إذا نجي نباوع الاكس كلها موجب، راح اخذ هنايا 1 2 3 والى ما لا نهاية. الواي كلها سالب، نعم سالب 1 سالب 2 سالب 3 والى ما لا نهاية. أول نقطة عندي 0 0، كلكم تعرفون 0 0 يعني نقطة الأصل. نعم 0 0، خلينا خلينا السهم. النقطة الثانية 1 بسالب 1، هذا 1 هذا سالب 1، يعني ناصر النقطة. النقطة الثالثة 2 بسالب 2، راح يصير هنا النقطة الثالثة، عفوا النقطة الرابعة 3 بسالب 3، بعد شيء من عندي يريد من عندي المجال والمدى، يريد من عندي المجال والمدى، راح اكتب له هنا المجال يساوي لنا، اخذ بس المساقط الاولى المجال، يعني راح تاخذ الصفر الواحد الاثنين الثلاثة المدى
تاخذ المساقط الثانيه. المدى ايش تاخذ؟ يعني تاخذ الصور اللي هو الصفر سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة. إذن طلعنا قاعدة اقتران، وصلنا مستوى الأحداث طلعنا المجال والمدى.